أستاذ بشير، عايزه اتكلم على، انا قلت كام ملف كده بصوره سريعه، يمكن دي الملفات الاخيره اللي اتكلمت عليها، سواء بقى الملف الليبي او الملف الفلسطيني، لكن بالتاكيد في ملفات اخرى مصر قدرت انها تحقق فيها نجاحات من 7 سنوات، والمجهود اللي بذله الرئيس في السياسه الخارجيه، انت شايف ايه اهم الملفات؟ خليني في البداية أستاذة رشا نوضح للمشاهد الكريم أنه السياسة الخارجية اللي حضرتك بتتكلمي عنها في هذه الفقرة، سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، لا تنفصل عن الأوضاع الداخلية. لأنه ألف به سياسة بيقول أن السياسة الخارجية هي انعكاس للأوضاع الداخلية في الدولة. بمعنى إذا كانت الأوضاع الداخلية في الدولة مستقرة، هناك تنمية مستدامة، هناك تلاحم وطني، هذا يؤدي، لو عملناها معادلة كيميائية كده، يبقى السهم هيدينا في النهاية سياسة خارجية ناجحة لسببين. السبب الأول إن السياسة الخارجية بتحتاج أدوات، تحتاج قوة اقتصادية، تحتاج قوة عسكرية، تحتاج أداة دعائية إعلامية قوية، تحتاج جبهة داخلية متماسكة، تحتاج قيادة واعية لديها رؤية، تحتاج مؤسسات تستطيع أن تقوم بتنفيذ أهداف السياسة الخارجية. ده الشق الأول. الشق الثاني، لا يمكن أن أنطلق في سياسة الخارجية بينما أعاني من أزمات داخلية طاحنة تعرقل أي تقدم إقليميا ودوليا. الرئيس السيسي منذ العام 2014 بدأ يتحرك في هذين الاتجاهين. أولا إيجاد الرؤية المتكاملة لعلاقات مصر الخارجية وحماية مصالحها وأمنها القومي، وبالتوازي مع ده تقوية المؤسسات المصرية وزيادة اللحمة الوطنية. فنجد أنه الاقتصاد المصري حقق قفزات لافتة برغم كورونا، برغم الإرهاب، برغم الأزمات الاقتصادية العالمية. نجد أنه طفرة في تسليح القوات المسلحة المصرية، لأنه لا يمكن أن أنا أقدر أتكلم في المحافل الدولية أو الإقليمية وأفرض إرادتي بينما أنا ضعيف عسكريا. اللي حصل في التسليح، اللي حصل في تقدم تصنيف القوات المسلحة المصرية عالميا، يديك قوة وصلابة في التعامل مع العالم الخارجي. أيضا تسوية ملفات داخلية كانت تسبب إزعاج للدولة المصرية وابتزاز. ملف الوحدة الوطنية على سبيل المثال، أول الملفات اللي بدأ بها الرئيس كيفية طي صفحة ما يسمى بالوحدة الوطنية. ما عندناش حاجة اسمها مسلم وقبطي. انتهى الملف كلية، كل القضايا المؤجلة تم تسويتها، والنهاردة بنتكلم عن مواطن مصري واحد، لكن واحد بيروح الكنيسة، واحد بيروح المسجد. انتهى هذا الملف. النهاردة بقت مصر على قلب رجل واحد، توحيد للجبهة الداخلية. انطلقنا في السياسة الخارجية علشان كده قدرنا نصوغ رؤية يحترمها العالم ويتقبلها العالم. عربيا مصر استعادت ريادتها العربية على مستوى العالم العربي. أفريقيا تصدرنا الاتحاد الأفريقي وقودنا الاتحاد، وقدم الرئيس السيسي يعني عرضا هائلا فيما يتعلق بتسوية الخلافات الأفريقية، في إعادة مصر إلى الحضن الأفريقي وإلى الدور الأفريقي مجددا كما هو الحال عربيا. دوليا العالم بدأ يشير إلى مصر بالبنان في محاربة الإرهاب، أولا لأنك قدمت تجربة رائعة في كيفية التصدي للإرهاب مع احترام الحريات وحقوق الإنسان. قدرت أنك تقدم رؤية رائعة في كيفية التعافي الاقتصادي من أزمات مزمنة. قدرت أنك تمضي بالتوازي، يد تكافح الإرهاب ويد تبني وتعمر وتنطلق إلى الأمام. علشان كده في زمن قياسي النهاردة 7 سنوات قدرنا أن احنا نحقق طفرات على أكتر من صعيد.